برضو نروح لبعض المواجهات اللي تعبتك، اللي انت شايفها مواجهات صعبة او مباريات صعبة. ايه هي اهم هذه المواجهات واهم هذه المباريات؟ What is the what? The difficult game. Say it again. Look, we had so many difficult games. عندنا مباريات كتيرة بتبقى صعبة. Yeah, of course the Bayern game was difficult. ماتش بايرن مثلا كان صعب جدا طبعا. Zamalek games are all difficult. مباريات الزمالك كلها دايما بتبقى صعبة، دايما صعبة. انا بقول لك يعني very, very ماتشات بقى فيها ماتشات فيها شد عصبي، انت عارف كنت لعبت وكنت موجود فيهم الايام. بيراميد also is ماتشات بيراميد برضه بيراميد فريق كبير. فريق كويس ودايما بيقاتلوا قدامنا. بيلعبوا قادر جدا، بيلعبوا بروح كبيره قدامنا ان شاء الله، وان شاء الله نكسبهم. لغايه دلوقتي تعادلات معاهم بس ان شاء الله نكسبهم. You know we have teams like مصر، فرقه زي مصر المصري، فرقه كويسه جدا. I don't like to play against Etihad. ما بحبش العب قدام الاتحاد. Because they fight a lot. عشان بيقاتلوا اقوياء وبيقاتلوا جامد يعني المدربين بتوعهم قوية وبيقود الفرقة بروح وحماس. فعلى الأهلي في الدوري لو سجلت في الأول بتركب المباراة، بتركب الجيم، عندك أفضلية. لكن دايما بتبقى ماتشات صعبة جدا، ما بتبقاش عارف هتكسب ولا لا. دايما في قتال كبير، لازم تدي كل عندك. شايفين زمالك ساعات بيكسب وساعات ما بيكسبش، ده طبيعي في الدوري. طيب أصعب اللحظات اللي مرت عليك منذ قدومك طبعا وحتى الآن؟ I think the most difficult moment was أعتقد أصعب لحظة when we won four games and لما أربع ماتشات حققنا نتائج مش إيجابية. Out of five we won one. من خمسة كسبنا مباراة واحدة. We drew one and we lost one. اتعادلنا وماتش وخسرنا مباراة. كانت طبعا لحظة صعبة بالنسبة لي. Very يعني كان ضغط عصبي كبير. كان شد كبير بالنسبه لي. وطبعا بعد كده كان عندنا ماتش مع ميامي سان داونز في بطوله افريقيا، وبدا الناس يشكوا ويشككوا في قدرات الفريق وقدراتي. واتكلمت مع اللعيبه، احنا قلنا عندنا في خمس ماتشات مصيريه كبار بالنسبه لنا. كان الاتحاد اول ماتش، الزمالك، سان داونز بره وهنا وبره، ونهضه البركان. خمس مباريات مهمه جدا. قلت لهم الخمس مباريات دول This is a short-term vision. ده رؤية قصيرة المدى المفروض نبص عليها ونركز فيها تماما في الخمس ماتشات دول. وكانوا موجودين وكانوا حاضرين وكسبنا وحققنا نتائج إيجابية، وعشان كده موجود معاكم النهارده بسبب الفوز. بعد كده دلوقتي المهمة المرحلة الجاية الترجي، فرقة قوية جدا جدا. لكن كنت رحت لعبت مع الترجي، كنت مع سان داونز، ما بيخسروش. طبعا عندهم مدرب كويس جدا، ما بيخسروش. هو عارف خدوا بطوله افريقيا قبل كده اكتر من مره، واعتقد الماتش هيبقى صعب. بس الاهلي دايما بيبقى حاضر في الماتشات الكبيره. تلعب ماتشات صغيره زي محله مثلا بتخسر، بتهرب منك مباراه. طيب امتى في مباراه من المباريات فقدت الامل في النتيجه واللعيبه غيرت وجهه نظرك؟ Yes, there's no coach who's successful without the players. طبعا ما فيش مدرب في الدنيا ممكن ينجح من غير مدربين. طبعا. انا دايما بقول للمدربين بتوعي، حتى كان مع مانويل جوزيه وعنه. بس مانويل جوزيه من غير جيلكم انتوا كاسلام الشاطر ما كنتش هينجح. وانا برضو احنا مدربين بنوجهكم، بس بنوجه اللعيبه. بنقول بنوجه اللاعبين بس. لكن احنا ما بنلعبش. انتوا اللي بتخلونا نبقى كويسين كلاعبين. فدايما بقول للاعيبتي ما فيش مدرب ناجح بدون لاعبين ناجحين. وطبعا اللاعبين برضو بتعتمدوا على المدرب انه يوجههم. ما طبعا عمري ما كان عندي شك خالص بخصوص لعيبتي، عندي ايمان كبير بيهم. ايه الخمس حاجات اللي ممكن بيتسو موسيماني او تخلي بيتسو موسيماني يكون اللعيب اللي قدامه ده في التشكيل الاساسي؟ قول لي خمس حاجات بس. What about the 11 players? Yeah, Well, he must be the most committed player. لازم يكون لعيب ملتزم. أكتر واحد ملتزم. I like honest players. وبحب اللعيبة الأمناء اللي عندهم أمانة. They know that.
هم عارفين ده. لو عملت خطا بتقبل الخطا، بتقبل النقد. لو اخطات تجاه زميلك خليه يشعر ان انت حصل منك خطا، ارتكبت خطا. افضل واسهل طريقه انك تعتذر لزميلك، افضل شيء في الدنيا كلها تعتذر لزميلك لما تخطا. تكون افضل زميل في الملعب. انت مش لازم تخطط عشان لعيب كويس، تبقى تبقى زميل كويس لزمايلك عشان تدي جو كويس في الملعب. تيجي تقول لزمايلك انا اسف، انا معلش كان لازم ابصي لك، انت في مكانك افضل، انا اسف ما شفتكش كويس عشان اديك الكوره، انا بعتذر لك. وتشتغل عشانه وتجتهد عشان وتغطيه في الملعب لو اخطا. ده افضل زميل او افضل زميل في الملعب. دي اهم افضل من تكون لعيب كويس. لما تكون زميل جيد وزميلك يجي يقول لك انا اسف، هتحضنه وهتعدي المشكلة. دي أهم حاجات بهدور فيها في اللاعبين. لازم يكون أمين، لازم يكون مع زميل. وأنا أمين جدا مع اللاعبين. أنا بتكلمش بطريقة مع لعيب وكلمة لعيب تاني في ظهره، مع أفشا، مع أي حد. أنا لعيب واضح، أنا مدرب واضح مع اللاعبين. لما كويس بقول لك إنك كويس، لما مش كويس بقول لك ممكن تدي أفضل. لما عمري ما أجي أقول لك أنت وحش، أقول لك خليك أفضل.